مساءكم أحبتنا في كل مكان من المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة والفنون والآثار التابعة لمملكة أتلانتس. نقدم لكم اليوم تقريرنا الثقافي الفني عن قصة نجاح لويس فيتون الذي يعتبر هو أشهر الماركات العالمية في الأزياء وصناعة المنتجات الجلدية من الأحذية والملابس والتي تمتاز بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها من المنتجات الأخرى، حيث يعتبر لويس فيتون هو قصة كفاح مميزة وبطل يحتذى به. قد مر بصعوبات شديدة خلال حياته، ولكن بسبب طموحه وإصراره الكبير على النجاح استطاع الوصول لما يصبو إليه، حيث ترك بصمة فنية كبيرة في عالم الأزياء والموضة. ولد لويس فيتون في 14 من أغسطس عام 1821 في قرية فقيرة تبعد عن باريس مسافة 400 كيلومتر لعائلة فقيرة في الوضع المادي ومتدهورة كبير إلى أبعد الحدود. وكان ولده يعمل نجارا، ومن هنا أصبح لدى الشاب إصرار وطموح للوصول إلى قمة النجاح. ويعتبر أيضا نجاحه أيقونة كبيرة بدأت رحلته في باريس، ومن هذه الفكرة انطلق لويس إلى باريس سيرا على الأقدام، لأنه لم يكن في حينها يمتلك أجرة عربة توصله إلى مدينة الأحلام. وفعلا مضى في طريقه وقد واجه صعابا متعددة لتحقيق أحلامه وأهدافه، ولم يكن ليعلم أنه سوف يؤسس إمبراطورية عالمية لأغلى وأشهر ماركة في العالم منها الحقائب والأحذية. ومن هنا تساءل كيف وصل إلى هذا النجاح الكبير، حيث وصل لويس فيتون في عمله كحامل لحقائب المسافرين الأثرياء، وكان هذا العمل لا يحقق له ما يريده فعلا، وكان مكسبه قليل جدا. ولكن هذا الوضع السيء لم يثنه عما يريد في تحقيق أحلامه في هذه المدينة الكبيرة، وكان يعمل بحرص شديد وأن يحمل هذه الحقائب مقابل أجر بسيط يساعده في توفير قوت يومه من طعام وشرب. وقد استمر لويس على هذا الوضع مدة سنتين، ثم عمل لدى متجر مختص بصناعة الحقائب، واشتهر بطل قصتنا بالعمل الجاد واتقانه لهذه المهنة التي وكل لها، وقد استفاد من خبرته السابقة في حمل حقائب المسافرين. لهذا استأذن صاحب المتجر وبدأ بعرض أفكاره في صناعة الحقائب بطريقة أجمل وأسهل وأقوى. وقد انتشرت هذه النوعية من الحقائب بشكل كبير جدا في فرنسا وأصبحت مطلوبة جدا. ومن هنا نستطيع أن نقول أن التجارب العديدة التي مر بها لويس من حمل الحقائب والعمل لدى صانع الحقائب جعلت منه شخصية فريدة من نوعها وتاريخ كبير وعريق، بحيث استطاع تطوير الحقائب وأصبحت صناعته الخاصة وماركة عالمية على مر التاريخ. وأصبح النجاح الحقيقي هو مشاركته في المعرض الدولي في عام 1867، وقد زاد الطلب على منتجاته بشكل غير محدود. وفي عام 1875 كانت هذه أفضل سنة له، حيث قام بتصميم حقيبة غير عادية ومختلفة تماما عما هو مطروح في الأسواق. وهذه الحقيبة فيها فتحات من الأزرار والجيوب، وبالإمكان حفظ الأوراق الخاصة وأيضا حفظ المال والمستندات. وفي عام 1885 افتتح أول فرع في لندن، وبدأت شركته تتوسع شيئا فشيئا. وفي عام 1892 توفي المبدع والمؤسس الأول لشركة لويس فيتون قبل أن يرى توسع شركته وتصدرها في قائمة الماركات العالمية. استلم بعده في خلافة هذه الماركة ابنه لويس فيتون جورج، حيث استلم زمام الأمور في الشركة بعد وفاته وأكمل ما بدأه مؤسس الشركة الأب. ومن هنا بدأ طريق الرحلة الشاقة أيضا، حيث أصبحت الأفكار متجددة وأكثر تقنية ومتانة، وأصبح هناك انتشار واسع ورواج كبير لهذه السلعة بسبب الطلب الكبير من مختلف بلدان العالم، وزادت المنافسة بين الشركات.
وقد توفي الابن جورج بعد أن استلم الإدارة من ابنه جاستون في عام 1936 حتى عام 2000، وأصبح النجاح أكبر شيئا فشيئا، وزاد تنوع المنتجات وزادت الأرباح بشكل كبير. ويعتبر هذا المؤسس لويس فيتون له بصمة كبيرة في تاريخ احتمالية هذه الماركة في توسعها وانتشارها بشكل كبير إلى يومنا هذا، وحيث تعتبر هذه الماركة هي أغلى 10 ماركات عالمية. هذه قصة كفاح الفنان والمؤسس المبدع لويس فيتون. أحبتي، بهذا نكون قد انتهى تقريرنا لهذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله تعالى في تقارير جديدة. كانت معكم في الإعداد والتقديم الإعلامية سوزان زنكنا. ألتقيكم بخير.